علي ساوية انا فرحانة بزاف علاش لانني كنشوف بزاف فقط عيونكم كتشجعوني مزيان زعما بزاف يعني من الاول باش عندي ماما و اسمحوا لي نطلع فينا المعترف ديالكم ربما صح لي انني يعني حتى الدوز هذا شنو نقول لكم يعني ماشي سهل كان الخدمه صراحه يعني كان الخدمه كان واحد لونجاجمون اللي هو كبير لونجاجمون اول حاجه مع الاهداف ديالنا ديالنا بلا اهداف ما يمكنش نديرو شي حاجه من قبل ما كنتش كنعرف شنو هي اوبجيكتيف او اللي كنخدم على الهدف ديالي كنت كنخدم بالعشوائيه وكما كنقولوا يعني صغاري طرف مهمه بزاف كما قلت يعني كان ضروري حنا الاهداف ديالنا نكونوا كنامنوا بها وكان يعني تنقولوا باننا غنحققوها من قبل كنت كنقول انا يمكن نطلع انيماتور ويمكن ما نطلعش بالتالي كان هادشي كامل يعني ما كيعطيش واحد الثقه في لوجيكتي ديالي انني غادي نحققها دوكا ديال انيماتور بطبيعه الحال ما درتوش غير بوحدي مي كانت الخدمه اول حاجه على لوجيكتي ديالي بالتالي كنعطي فرص للناس باش هما يحققوا لي لوجيكتي ديالهم اول شهر طبيعة الحال انني بعد الكونسوماسيون ضروري تقاسم يعني المنتوج مع مجموعه ديال الناس اللي كانوا محتاجين هذا المنتوج هذا بالتالي كانوا عاوتاني يعني كانوا مداخل اللي هي صراحه شادي نقول لكم مداخل اللي فرحتني بزاف وبالتالي كنت كنعرف بزاف ديال الناس انهم محتاجين هذه المداخل هذه شنو درت انا عطيت فرص ما درت حتى شي حاجه يعني درت فرصه لكل واحد شنو محتاج بالتالي وليت كنحقق واحد ليكيب ليكيب اللي تنشكرو من هذا المنبر هذا لان واحد ليكيب اللي هو تبارك الله تاهو اونجاجي وتاهو عنده لي زوبجيكتيف بحالي انا لان الا ما كانش واحد الانسان تاهو عنده نفس الاهداف اللي عندك انت ما عمركم غاتزيدو قدام بالتالي كنخدمو ديما مع الناس اللي باغيين يحققو لي زوبجيكتيف وبالتالي النجاح ديالنا كيجي مع النجاح ديالهم عطيت فرصه لمجموعه ديال الناس مختلف يعني مختلف السن مختلف الطبقات عطيت من الفرصة لربة بيوت، أساتذة، كاين الناس المضافين، كاين طلبة، يعني أي واحد محتاج لهاد الفرصة هذه، وأي واحد محتاج لهاد لوب خدوي، أنا فغيمون لوب خدوي هو اللي خلاني يعني طلبت على أكتيفيتي، وبلوب خدوي باش تعرفت على فوغيفر، كنت كنستعمل منتوج بالتالي انبهرت يعني بالجودة ديال المنتوج، بديت كنقلب على داك المنتوج شنو السعر ديالو، بالصدفة تعرفت على لو باغان ديالي، السيوب هذي، تنشكرو بزاف بزاف. عرفني بالمنتوج لا عرفني بالمنتوج اللي كسبت فيها صحتي او ميم طو عطاني احسن بروجي اللي كنت كنقلب عليه حياتي كلها مي باش يعطيني بروجي وخلاني هكاك لا علمني كيفاش ننجح في هذا البروجي هذا دونك بروجي ماشي يعني ماشي الدومين ديالي كان جديد عليا يعني ما كنت نعرف ندير فيه حتى شي حاجه الفضل كامل كيرجع للباران ديالي لان من الاول كان كيعلمني واي حاجه تيقولها ليا كيقول لي غير طبقيها وما تناقشيش فريمون صراحه كانت صغريه الراس مهمه بزاف بالتالي هي باش بديت كنحقق لي زوبجيكتيف اللي هما صغار وبالتالي بداو كيجيو لي زوبجيكتيف اللي هما كبار دونك انيماتور كيما كنت خدمت عليها على شهرين الشهر الاول حققت لوبجيكتيف ديالي ولي زوبجيكتيف ديال الجروب ديالي حققت تقريبا شي 12 سي سي دونك خدمت الشهر الثاني مع لو جروب ديالي بطبيعة الحال باش يحققوا لي زوبجيكتيف ديالهم وانا نيت حققت لوبجيكتيف ديالي في الفترة كلاس انيماتور اني ما طوف طلعت ليها في شهر وعشرين يوم شي حاجه اللي من قبل كانت كتجيني صعيبه بزاف بزاف ولكن الحمد لله مع صغوريه الراس مع تحط الاهداف ديالك تواريخ مسطره وانك تخدم عليها وتلتزم على الاوبجيكتيف ديالك راه الا ما التزمتيش مع الاهداف ديالك راه ما عمرك تحققها هذه صراحه تجربتي وكنقاسمها معاكم وكننصح بها اي واحد انه يثق في راسو يثق بانه غادي يوصل انا من قبل ما نوصل لهاد لوكراد هذا بزاف الناس قالوا لي عمرك ما غتوصلي عمرك ما غديري شي حاجه في هاد الاكتيفيتي هادي هي ما سمعتش ليهم علاش حيت ثقه في راسي وقلت غادي نوصل علاش حيت الناس اللي قبل مني وصلوا الناس اللي قبل مني نجحوا حققوا بزاف ديال الحوايج مع فوغيفر علاش انا لا هذا الشيء اللي داروا غنديرو حتى انايا بالنصائح ديالهم بطبيعه الحال قدرت انني نوصل كاس انيماتور تنشكر بزاف لو باران ديالي لان فريمون بالنصائح ديالو بالتوجيهات ديالو
كنشكر بزاف ليكيب اللي كانت هو اونغاجي معايا وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وعندي اوبجيكتيف ان عندي دي اوبجيكتيف اللي هما كبار بزاف انني نحقق رتبه ماناجر وكثر كاع عندي انا اوبجيكتيف انا ديال الدار ديالي الزياره ديالي سفرية على برا علاش لا صحنا نحقوا واحد المبالغ اللي هي شهرية يعني علاش لا 5 مليون 6 مليون او 10 مليون علاش لا وان شاء الله بون كوراج للجميع و سامية 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 عاود تسقلي على سامية بزاف هنيئا للمجموعة ديالك هنيئا للبصلاي كذلك بالتوفيق ان شاء الله. الان وصلنا لواحد المرحلة اللي ستضمنكم ان شاء الله يعني